38 دقيقة. مرحبا بكم في برنامج مالك دواء طاب، معكم أمينة من جديد، وكنرحبوا طبعا بكل المستمعين اللي كيستمعوا لينا عبر الأثير عبر الانترنت www.shadfm.com كالعادة. وطيلة شهر رمضان معنا دكتور والباحث في علم التغذية الدكتور محمد فايد. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء مزيان، حال العشرية الثانية مزيان وكنحسوا أحسن. الحمد لله. الحمد لله. هذا اليوم أحسن ياك؟ أكيد. سبع نصائح ديالك. أكيد أكيد. طيب اليوم غنتكلموا الناس اللي صايمين بالنبات. نعم. بداو كيتصلوا الناس اللي صايمين بالنبات النباتي كلهم مزيانين. نعم. في فصل الصيف خاص الناس. وانا ما نكذبش عليك، انا البارح راني واكله طاجين ديال الحوت. الحوت مزيان ولكن قبل السحور شويه، هذيك جوج ونص. هذه المحطه ديال العشره الاولى، محطه العشره الاولى باش تزودي شي شويه بالبروتين. ولكن السمك زيد، السمك مزيان. نعم. السمك مزيان في رمضان خصوصا ما مقلي ما والو، يعني ماشي مشكل. طيب اليوم ما كتردعي مع كتردعي ماشي يلا يلا. لا لا بالنسبه لك انت خصك تاخذي هذه الاشياء هذه. نعم. خير ان شاء الله. نعم. طيب غنتكلموا على بعض الامراض وخصوصا اللي كتكون في رمضان او كتبان او كتزيد الحده. نعم. ديالها في رمضان على اي علاقتها بالتغذيه ان شاء الله. الا بغيتوا تتواصلوا معنا من بعد نص ساعه غتصلوا بينا على 0522 36 10 36، والا يمكنكم تتواصلوا معنا حتى عبر الاس ام اس، تبعثوا لنا بالسؤال ديالكم اللي عندكم شي مرض وبغيتوا تسولوا عليه على الرقم 5566. ونخليك دكتور تعطينا مقدمه لهذا الموضوع. هذا نبداو عليه. هو عموما كاين تاثير الإيجابي للصيام، أثر الصيام وتأثيره على الجسم، يعني هو أكيد هذه الأبحاث العلمية ولا يعني كل تقريبا عندنا دابا 25 سنة وحنا كنهتموا بهذا الموضوع ديال الصيام وديال النظام الغذائي، خصوص الأنظمة أثناء شهر رمضان ملي كنجمعوا النظام النباتي وقلة الأكل مع الصيام مع رمضان في نفس الوقت، كنضربوا هذيك القوة ديال العلاج في 5 و6 و7، يعني كتزاد كتسرع الأمور ديال العلاج. ماشي شنو معنى العلاج؟ يعني هو الأمراض تتراجع، جميع الأمراض تتراجع أثناء شهر رمضان، ولكن بشرط كاين رمضان واحد اللي كيعالج الأمراض، ماشي 30 رمضان. حيت كل عنده رمضان ديالو. كاين اللي كياكل بالليل وينعس بالنهار، كاين اللي كيصبق قضبان في الفطور، كل رمضان واحد. ولكن كاين رمضان واحد اللي كيعالج، هذا الرمضان الواحد هو اللي فيه الفطور والسحور كما تكلمنا، ما فيش الاكل في الليل الا الماء والفواكه، وفيه قله الاكل عوض من الناس يتزودوا في الليل بالاكل باش ما يجوعوش، وبالعكس تماما، العكس تماما، يعني اذا قلوا من الاكل غادي يصوموا بيعسين. ويصوموا الناس بمواد طبيعيه، الا صاموا بمواد طبيعيه بالنظام النباتي بقله الطاقه جميع الامراض تتراجع. غادي نركز على واحد جوج الامراض اللي خاص المفعول ديالهم، خاص النتيجه تبان يعني اكيده 100%. هو البروستات، انتفاخ البروستاتا عند الرجال، تضخم البروستاتا عند الرجال، الناس اللي كيخرجوا 10 وكثر في الليل خارجين داخلين عندهم واحد لاتروفي، هذيك البروستات كتنفخ، ملي كتنفخ كتبقى تضغط لهم على المتانه، طبعا كيحس براسو بحال باغي يتبول. وكاين اللي كيمشي يشرف الله قدر المستمع الكريم الى المرحاض وما كيتبولش، علاش؟ لان غير واحد هذاك الاحساس، واحد ديكسيتاسيون كتوقع ملي كتضغط هذيك البروستاتا على لافيسي، كيحس بواحد بحال بغى يمشي للمرحاض. هذا لاتروفي، هذا انتفاخ البروستاتا، هو السبب ديالو، السبب ديالو هو اللحوم، وما يمكنش نعالجوا مرض بلا ما نقطعوا السبب. الناس اللي كيعطيهم دابا ادويه، اطباء ادويه، والناس اللي عملوا عمليه وكرطوا ليه البروستاتا والمسائل وهذاك الشيء، الناس اللي كيتصنتوا لنا وكيسمعوا خصهم يركزوا معنا مزيان باش بلا ما يبقى يسول. يعني اللحوم هي اللي كتسبب لاتروفي. اللحوم بالعكس، واخا تيكون يعني راه ديال العمليه تنقول زعما نقوتوا شويه الحماس. لا ماشي باللحوم، ما يتقوتش باللحوم، يتقوت ب خطو. يعني الاطباء ما تيقولوا والو في هذا الشيء، ما تيعلموش عارفين السبب على الاقل، على الطب الغربي على الاقل في امريكا وفي اوروبا هذيك الشيء عارفينها وكيركزوا عليها في كليه الطب، على ان الدسم المشبع زائد الكوليسترول يساوي اتروفي ديال البروستات. هذه معروفه، هذه لان سرطان القولون والحصى في المراره وانتفاخ البروستاتا والخلل الهرموني وامراض القلب والشرايين، هذه كلها امراض اللحوم معروفة. النقرس كذلك، هذه لاكوت، هذه كلها أمراض اللحوم معروفة. وهذا المشكل ديال البروستات كما قلت، الناس إلا عرفوا السبب يعرفوا يعالجوا روسهم فقط. سبب بسيطة جدا، إلا كان اللحوم هي اللي كتسبب انتفاخ البروستات، فالناس يحبسوا اللحوم وحتى الأجبان، حتى الأجبان، حتى المنتوجات مشتقات الحليب، يحبسوا هذه المنتوجات الحيوانية وياكلوا السمك في بلاصه اللحوم، ياكلوا قطن، ياكلوا نبات، ياكلوا زيت زيتون، ياكلوا يعني كل شيء ياكلوا، ما عندهمش مشكل. هذا من جهه. من جهه اخرى، هو اثناء شهر رمضان هذا لاتروفي، يعني هذا انتفاخ البروستاتا، تضخم البروستاتا، خصو يتراجع بسرعه، خصو يتراجع اكيد وبسرعه. بشرط الناس يصوموا بالنبات، يصوموا بدون لحوم. يعني عندهم هذا الانتفاخ ديال البروستات يصوموا بدون لحوم. هذه كنلاحظوا على ان البروستات اولا كتكون عند الناس الكبار فايتين 50 سنه،
دابا ولات عند ناس قل من 50 سنة اللي عنده أتروفي على 30 و35 سنة. هاد الناس الكبار ممنوع عليهم هما نيت اللحوم لأن الشرايين ديالهم بدات كتصلب الاتيروسكلروز، يعني ما خصهمش ياكلوا الدسم الحيواني، جميع الدسم الحيواني الدجاج والبيبي والغنمي والبقري والمعزي باش ما نبقاوش نضلوا الناس، جميع اللحوم ويحيدوا الأجبان واللحوم هاد الأعمار فوق الخمسين لأن الشرايين ديالهم بدات كتتقصع شوية والدم ديالهم ما بقاش كيدور مزيان. خصهم يحيدوا السكر لأنه كيرشي العظام، السكر كيتعارض مع امتصاص الكالسيوم والحديد والأملاح الجيدة. يحيدوا السكر والطبخ ديالهم ما يكونش سريع، ويكونوا يحيدوا اللحوم، يزولوا اللحوم هاد الأعمار فوق الخمسين. ما أدراك إذا كان الشخص مثلا عنده هاد انتفاخ البروستاتا فوق الخمسين كتنفخ البروستاتا، هو نيت ما خصوش ياكل اللحم، الا زاد تنفخ البروستاتا يعني هذه كنقول احنا ريزون دو بليس، هذا يعني يعني حجه اخرى باش الشخص ما يبقاش ياكل يعني اللحوم. اذا صاموا هاد الناس بالنظام النباتي وكثروا زيت الزيتون والنشويات والفواكه على الخصوص، غادي يلاحظ الشخص على ان هذا البروستاتا غادي ان شاء الله يعني تراجع. نفس الشيء عند النساء، خلل الهرموني عند النساء، خلل الهرموني عند النساء شنو اللي كيسبب الخلل الهرموني؟ والكوليسترول. الى النساء عرفوا شنو هو اللي كيسبب لهم الخلل الهرموني، الا وقفوا السبب راه غادي يتعالجوا بلا ما ياخذوا حتى شي دواء، ما ياخذوا حتى دواء، ما ياخذوا لا هرمون لا والو. تحبس بعدا مصادر الكوليسترول اللي هي اللحوم والحليب، المراه تولي نباتيه وتاكل السمك وتاكل كل شيء، قطاني نشويات كل شيء نبات تاكله باش ما نضيقوش الناس عيشتهم. يعني ملي كنحيدوا حاجه ولا اثنين حسن ما تبقى تعطي اللائحه ديالها شي ياكل. إلا حيدنا لي واحد جوج الحوايج صافي الشيء الاخر كله ياكلوا، ما بقاش عندنا مشكل. حيدوا اللحوم والاجبان، ومن احسن السيدات يحيدوا حتى المواد الصناعيه بحال الحلويات والمقليات، هما كيديروا هذا المشكل ديال الخلل الهرموني. علاش؟ لان البيروكسيدات ملي كيتجمعوا حتى البيروكسيدات وهذه الميلانويدات والمضافات الغذائيه بعض المضافات الخطيره اللي كتخربق الهرمونات اللي منهم المونوسوديوم غليطامات ومنهم الاسبارتام، يعني بالنسبه للنساء. الى العيالات كان عندهم خلل هرموني يصوموا بالنظام النباتي وياكلوا طبخ المنزل، يحاولوا يديروا طبخ المنزل، ما ياكلوش مواد صناعيه، ما ياكلوش نقانق، ما ياكلوش اجبان، حتى الزيوت الصناعيه يحبسوها، يديروا زيت الزيتون في بلاصتها ويصوموا بالنظام النباتي، غادي يلاحظوا على ان هذا الخلل الهرموني ان شاء الله غادي يتسوى يعني اكيد. ثم طبعا الناس اللي خصهم اللي كيصوموا بحال امراض القلب والشرايين، راه ماشي كما قلت يعني ماشي الصيام ماشي خطر عليهم، راه ممكن يصوموا ويكونوا تحت المراقبه ويجربوا، راه غادي يصوموا بدون مشكل. امراض القلب والشرايين هادو خلاص هادو ممنوعين عليهم اللحوم لا في رمضان ولا في خارج رمضان، غير الا كانوا يصوموا من الاحسن يصوموا بالنظام النباتي، وغادي يلاحظوا على ان كاين غادي يكون واحد التحسن كبير في هذيك الصبيب ديال الدم، هذاك الوديبي ديال الدم اللي كيدوز من الصمامات اللي كنسميوها حنا كنسميوها في الطب لانسوفيزونس ميدخال. غادي يحس الشخص بان غادي يكون عنده تحسن كبير الى ولا يصوم يعني بالنبات. الامراض الاخرى اللي يعني في البحث العلمي كنا بعض المؤشرات مثلا بحال السي ار بي، بحال الجاما جلوبيلين، بحال الفا فوتو، بحال الترانزاميناز، بحال البيليريبين، بحال الاشياء هذه المؤشرات الهرمونيه ديال السرطان، بحال الليباز، بحال الفوسفاتاز، بحال المسائل هذه كلها مؤشرات تنخفض اثناء شهر رمضان، ولكن ماشي تنخفض بكل رمضانات كما اقول، كاين رمضان واحد اللي ممكن يخفض هذا نظام غذائي معين، نظام طبيعي، طبخ المنزل بزيت الزيتون وطبخ جيد كما تكلمنا من الاول ديال رمضان، والتزموا الناس بالنظام النباتي لان النظام النباتي فيه المضادات للاكسده، فيه الياف غذائيه، فيه فيتوستروجينات، وفيه سكريات بسيطه، وفيه فيتامينات، وفيه طاقه يعني سهله مع سكريات بسيطه اللي كاينه مثلا في الفواكه واللي كاينه حتى في بعض الخضر. هاد المسائل هذه بغينا الناس يجمعوا بين المعجزتين. المعجزه الاولى هي ان تغذيه الانسان نباتيه. يلا تنبهوا لي دابا في العالم الغربي بحال في امريكا عاد عرفوا بان طبيعه الانسان هي طبيعه نباتيه، رغم ان امريكا هي اول دوله بدات تقول بان اللحوم لابد منها. دابا تراجعوا عن اللحوم وعن الالبان، دابا تغذيه الانسان هي تغذيه نباتيه بامتياز سيدنا ادم. يعني حتى الشرع اللي شرع الله سبحانه وتعالى سيدنا ادم ما شرع لي لا صلاه ولا صيام ولا حج ولا اي شيء، هو شرع لي عباده واحده هي ان لا ياكل من الشجره، واكل منها لان طبعا غريزه هي عباده غريزيه، فاكل من كان الشجره هي الرمز ديال التغذيه الانسانيه نباتي. ثم سوره عبس فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، لان يعني الايه بدأ فلينظر الانسان الى طعامه، الله تيقول لك طعام الانسان هو هذا هو الحب، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، حتى الانعام يجب ان تاكل طبيعيا خاصه ترعاه
في المرعى. لان يعني الى كانت اعلاف ولا كانت اشياء صيعانيه سي تتاثر. لماذا؟ لان في الاخير الانعام اما اللحوم اما البيض اما الحليب في الاخير غادي نستهلكوا احنا هذه المنتوجات اللي تتاثر بالتغذيه. يعني الحليب يتاثر بتغذيه الحيوان واللحوم تتاثر يعني بتغذيه الحيوان. فلذلك فجاءوا ملازمه الانعام هنا جت ملازمه في التغذيه للانسان متاع لكم ولانعامكم في سوره طه كذلك كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. أن الأنعام خاصة الرعي خاصة الأشياء طبيعية. ولذلك في أوروبا مثلا فرنسا بحكم اللغة لأن الدولة اللي كنعرفوا عليها كثير هي فرنسا. فرنسا مثلا لي فيون دو باتوغاج يعني هذوك اللحوم ديال السرح ديال الحيوانات مسروحة هي الثمن ديالها خمسة أضعاف اللحوم العادية ديال العلف. حتى في أمريكا الآن ولو كيسمحوا باللحوم مرة في الشهر ولكن كيشترطوا باستيوريد رويد ميت يعني لحوم حمراء ديال الحيوانات مسروحة اللي كتسرح يعني في المراعي. الباستيوريد رويد ميت هذه معروفة أن الأمريكيين الآن ولو كيراهنوا عليها مابقاوش تماعلين مابقاوش كيتكلموا على اللحوم أبيض ولا لحوم بيضاء ولا حمراء إنما ولو كيتكلموا على لحوم طبيعية. هاد يعني هاد المسائل اللي عندها الأمراض عند جميع الأمراض عندها أسباب وهاد الأسباب إذا انتفت إلا ما بقاتش إلا الناس توقفوا على الأسباب ديال الأمراض غادي يتعالجوا يعني 50% إلا غير تراجعتي على أسباب المرض. لا يعقل أن يكون الشخص عنده أمراض مناعية اي مرض مناعي بلا ما الناس يبقاو يسولوا دابا في الهاتف انا عندي بهجه انا عندي تصلب لوائح انا عندي سكلروزون بلاك انا عندي جميع الامراض المناعيه أصحابها يجب أن يمتنعوا عن المواد الصناعية جميع الأمواد المواد الصناعية بما في ذلك زيوت المائدة ممنوعة على الناس ديال الأمراض المناعية. لماذا؟ لأن المضافات الغذائية والمبيدات البلاستيك وحتى بعض المكونات اللي كتجي من الطبخ بحال البيروكسيدات وبحال الميلانويات المقليات مثلا والميكرووند هاد الناس اللي كيطبخوا في الميكروويف هذا فرن الدبدبات هادو لازم الاشخاص يحبسوا هاد المسائل هادي بعدا يرجع التغذيه ديالهم ترجع طبيعيه 100% اذا كان ممكن اذا رجعوا ب 90 و80 يكون احسن لان كاين ناس عندهم مثلا تصلب لوائحي اللي ما كانوش يقدروا يوقفوا ولا يمشيوا في امريكا ولا دابا كيمشيو كيسوقوا حتى السياره وما خذوا والو ما خذوا لا انترفيرون لا علاج طبي لا والو غير النظام الطبيعي يرجعوا للنظام الطبيعي ان شاء الله والحاله ديالهم تحسنت بكثير. عادي للناس اجتهدوا بحال يكثروا زيت الزيتون يكثروا المسائل الاخرى اللي فيها المضادات للاكسده يكون اشياء هذه يعني جيده. طيب هناك بعض الامراض يعني اللي كتكون مزمنه مثلا وكيعيش بها الانسان واش مثلا رمضان بحال السكري مثلا واش رمضان يعني يمكن يساعد انه تقلل من الحده ديالها في حاله حتى يعني الا كان ممكن انها تقل في الحده ديالها بعد رمضان كترجع يعني بنفس نعم اللي اكيد هو هاد الناس اللي عندهم مثلا سكري وقادرين يصوموا الجسم ديالهم كتولي عنده واحد كيولي عنده واحد المجال واسع ما كيبقاش ضيق يعني دغيا يعمل كريز ولا يمشي كوما ولا شيء كيولي واحد المجال ديال واسع كيولي بعيد من هذه الحالات الخطيره اللي كتجي نعم اللي كتجي مفاجئه الحالات المفاجئه هذه كيبعد من علاش الجسم ديالو كيتعذب الجسم ديالو يتكيف مع الصيام ومع المسائل يعني بحال كنعلموا الجسم ديالنا يتكيف مع هذه الصدمات اللي كتجي لان مو السكري ومو ارتفاع ضغط الشير ربما تجي صدمات لان الحالات المفاجئه بحال الشلل النصفي وشنو هو الشلل النصفي كيجي من ارتفاع الضغط المفاجئ ارتفاع الضغط المفاجئ الشخص كيتشل كيمشي كوما بعدا اولا نفس الشيء القضيه ديال البهجه مثلا ولا ديال تخثر الدم ديال فليبيت هاد المسائل هذه كتجي مباغته يعني ما الشخص كينعس كيفيق مع الصباح لي جونب ديالهم منفوخين فليبيت فهاد المسائل هذه الصيام كيخلي الشخص يبعد من هاد الحالات المفاجئه ما كيبقاش الشخص يتفاجئ بالحالات الخطيره الكوما مثلا وهذه مهمه جدا بالنسبه للناس ديال السكري. وبالمناسبه بما ان السؤال ديالك حول الناس ديال السكري الناس ديال السكري ما خصهمش نهائيا اللحوم في التغذيه ديالهم ممنوعه عليهم اللحوم لان المشكل ديال اللحوم كتعقد الدم كيولي تخين والناس ديال السكري خصهم الدم يكون جاري يكون فلويد الدم الجاري هو دم النبات خصو ياكل نبات الا كان اللحوم غادي الدم ديالو يولي فيسكو يولي عاقد ما تلاش يدور الدم مزيان لا غليسيمي اولا تركيز السكر كيبقى دائما مرتفع واخا كاين الناس كياخذوا الانسولين ومع ذلك عندهم جوج ونص ثلاثه هذه من جهه ثم من جهه اخرى لما خدش اللحم ما كيبقاوش المضاعفات شنو هي هذه المضاعفات؟ المضاعفات هي العينين هذه لو ديابيتيك العينين تتمشي ليه الشبكيه ثم الكيليا كتمشي ليه الكيليا اغلب الناس اللي كيصفيو دابا كانت عندهم ديابيتيك ولا ارتفاع ضغط يعني معروفه هذو كاين اللي عندهم الاثنين
السكري مع ارتفاع الضغط. ثم المشكل ديال البي ديابيتيك هذا اللي كيحيدوا الاصبع ولا رجل ولا حاجه، ما كيبقاش الصبع ديالو يتهوى، ما كيبقاش الاكسجين يوصل لهاد المناطق يعني البيريفيري الاشياء البعيده من القلب. يعني شنو بعد بعيده من القلب؟ بعيده من القلب هما الصبعين ديال اليدين والصبعين ديال الرجلين، خصوصا الصبعين ديال الرجلين. هذه مناطق اولا هابطه، الدم ما كيمشيش لها بسرعه. هذاك الشيء علاش الناس اللي ما كيتحركوش كيكونوا مسافرين مثلا في الكار الاوروبا كيبقاو 3 ايام ما كيتحركوش، ملي كيوصلوا كيلقاو رجلين منفوخين. علاش؟ لان هذيك الرجل ما تهواوش، يعني الدم ما جابش الاكسجين لهذيك المنطقه كتنفخ الرجل. فعند السكري الا تنفخت هذيك الرجل ما بقاش وصل لها الدم والاكسجين كتزرق وكتنفخ، بعض المرات كترتق بالماء تتخمج. الا تخمجت الطبيب كيزولها، يعني خص البتر. هو البتر ماشي من السكري باش يعرفوا الناس بان اللي قاطع ماشي من السكري، هي مضاعفات السكري. الناس اللي كياكلوا اللحوم الكوليسترول، مضاعفات ديال الكوليسترول، هذه المسائل. نعم، ناخذ طيب اتصال ديال امينه من تماره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور فايد السلام عليكم. السلام. عاش مبروكة. بغيت نسول الدكتور فايد على زميتها. نعم. عملت فيها 14 مادة. نعم. واش يمكننا نسميو عليها خلط في الطعام ولا مزيانة؟ والسؤال الثاني طريقة الصحيحة ديال أكل العظام ديال التمر. نعم. شكرا. طيب نجيبك ان شاء الله. امين، شكرا. هذه الاسئله ديال الخلطات والوصفات، الناس كيجتهدوا ويديروا شي وجبه عندهم في الدار ويقولوا لنا احنا واش مزيانه ولا لا. السيده قالت لك دايره 14 وما قالت لناش شنو هما، وكتسال واش زينه ولا خايبه. فهمتي؟ ما نكذبوا عليها، انا ما عرفتش 14 المكونه شنو دارت. خصنا نعرفوا شنو. وي ما دابا الناس خصهم شويه الله يجازيهم بخير. الا كانوا مكونات طبيعيه واخا تخلط حتى 100 تاكل بصح براحتها. الا كانت مكونات صناعيه ما نسمحوا حتى بجوج. تجوج ما نسمحوش بتا واحد. يعني من الليله كانت مكونات طبيعيه، خلطت الزنجلان مع زريعه الكتان مع اللوز مع القرقاع مع التمر مع الشريحه مع هذه مسائل طبيعيه بلا ما تسول. خلط حتى 100 منتوج ما كاينش مشكل. هذه المساله هذه ديالنا والتمر ما التمر ما كتكلش. كاينين شي ناس بداو كيكذبوا على عباد الله انها تعالج السكري، انا هذه كذب. نوى التمر ما كتكلش. علاش؟ لان فيها واحد المثبط اللي كيحبس الانسولين. بحال الناس اللي عندهم سكري وياكلوا هذا العظم ديال التمر هذا غادي يولي عندهم مشكل. هي كتحبس الانسولين، يعني كتشد لها ما كتخليش الانسولين تخدم. فمن الاحسن عليا الناس كيسولوا على نوى التمر، سبحان الله. يعني ما كيعجنوش القمح بالنخاله ديالو كيسولوا على نوى التمر. فهذه الفلسفه هذه الناس ينقصوا منها شويه. راه كاين بسيط، يعيش الانسان بسيط، خضار الموسم ويطيب زيت الزيتون في الطين وما يبقى كاع يقلب ولا يتفلسف ولا يجتهد. راه الله علمنا كيفاش نعيشوا. المغاربه كانوا دائما عايشين بهذا المكون، ناس البركوكش والهربل والسيكوك والحسوة والمسائل دي كانت معروفة في المغرب، الناس يرجعوا لها. ما كاين لاش يزيدونا ثقافة أخرى ويزيدوا يعقدوا المسائل. درو عاد داكشي قديم اللي كان. السيدة قالت لك 14 مكون، ما عرفتش أنا هاد 14 مكون شحال خصنا لها باش نجمعوها. بعض المرات مكون واحد يكفي، البلبولة ديال الشعير مع الماء تشيشة وهي كافيه جدا بلا ما نديروا فيها 15 و20 وسميتوا عليه. فيرجعوا الناس للبساطه ويبسطوا العيشه ديالهم ويخدموا بمنتوجات طبيعيه فقط. يعني هذا هو طيب ناخذ اتصال فؤاد من طنجة. السلام عليكم فؤاد. السلام عليكم كثير. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك والدكتور فايد. عندي واحد السؤال سريع. نعم. حنايا في الريف كانت في واحد الوجبه عباره عن ربيع، ياك شنو هو؟ ربيع ايوا. كيسخنوه في البوطه كيفورو كيزيدوا فيه شويه ديال الزيت والطماطم. بغيت نطول الزيت فايد، واش فيه شي منفعه ولا؟ جيد. السؤال الثاني جيد. هائل. هذا ما كاينش على الريف، كاين في جميع المناطق، كاين في قصبة التاد في الشاويه، كاين في الغرب. هذا الخشاش ديال الارض، الخشاش ديال الارض كله كيتفور وكيتكال. ما كفيش غير الدكتور دانون، واش كماده صناعيه؟ اشنو فيه شي كيزيدوا فيه شي حاجه؟ شنو هو؟ ما سمعتش مزيان. شنو دانون؟ ها؟ دانون. ما عرفتوش هذا بانون؟ لا دانون. هذا ديال الحليب. ولكن هذه راه اسم، ماشي اسم المنتوج، هذا راه اسم الماركه. خاصك تقول لنا اليوغورت. اليوغورت هو اسم المنتوج. هذا علينا ما الناس كيعرفوا. واخا هاد دانون هذه كتعني سميه الماركه، ولكن الناس كيعرفوا جميع هاد مشتقات الحليب كيعرفوهم بهذا الاسم. بحال الهوندا مثلا، الهوندا دابا ما بقاتش كتعني اسم الماركه. ياغورت هو الشيخ كيتكلم على اليوغورت، علينا واللبن البلدي احسن من اليوغورت.
بكثير. يعني البلبل دي حسن من اليوغورت. علاش؟ لان البلبل دي كيتصايب من الحليب طازج، والحليب طازج بقى فيه الفوسفاتاز وباقين فيه الانزيمات ديالو، لا ال بي ال، وباقي فيه الفوسفاتاز الكالين، باقي فيه المسائل لي زونتيكور، باقي فيه الاشياء ديالو. يعني ملي كيتبستر ما كيبقاوش فيه الانزيمات، وما كيبقاوش فيه بعض العوامل الاخرى البيولوجيه اللي كتمشي مع البسطره. ولذلك باش نعطيو الناس علاش قلنا البلبل دي، ماشي غير البلبل دي مزيان وصافي، البلبل دي احسن من اليوغورت واحسن من الاجبان. البلبل دي ويكون ديال الحليب ديال الابقار اللي كترعى، حليب بلدي ديال الابقار اللي كترعى. اما المنتوجات الاخرى فكل هذا يلزم البروسيس، عليا ما غاداش تضر، ولكن ماشي الناس راه غاديين ياخذوها على اساس راه منتوجات راقيه ولا شي حاجه. فهي تباع في السوق، يعني اللي خاد منها حبه ولا جوج مره ولا حاجه ماشي مشكل، يعني لا تشكل خطر. محمد من قصبة سادلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. تشكروا مع البرنامج اللي كيفيدنا في الثقافه الغذائيه اللي تقريبا مفقوده في المجتمع المغربي. خير ان شاء الله. مرحبا. والسؤال ديالي بغيت نسولك وهو على فاكهه السيترون الحامض. هي فاكهه من الفاكهات المفضله اللي عندي، وبغيت نسول على زعما الفوائد ديالها، واش انا غادي مزيان ولا لا؟ واش كانت عندك فاكهه مفضله، ولا حتى سمعتي في الانترنت ان السيترون يعالج السرطان؟ ديالي تقريبا كنفضل الفاكهه تاع شحال من عام هذه وانت كتاكلها؟ هي تقريبا نقولك شي 20 سنه هذه. نعم 20 سنه. جيد. شي 20 سنه هذه، رغم ان كنسمعوا هذيك الخرافات راه كيشخف راه كيضعف القلب. لا ماشي كاين، بالعكس دابا ولاو دابا واحد الخبر في الانترنت دابا كيروج، وحتى عبر الاس ام اس واحد الخبر كيروج في الانترنت على ان السيترون كيعالج السرطان، والناس كيشي كيصيفط لشي، والناس بداو كيطحنوا في السرطان هذا في الحامض وشربوا فيه. هذه كلها اشياء زائده، انما الحامض جيد، هو كماده غذائيه جيد، ولكن يكون بعد الاكل، من الاحسن يكون بعد الاكل. يتكال ولا يتشرب عصير جيد، لكن بعد الاكل لانه حامض. هو جيد، اكيد جيد. علاش؟ لان نسبه الفيتامين دي سي، نسبه الفيتامين سي في السيترون هي ضعفين تقريبا اكثر من البرتقال العادي. نعم. طيب السؤال عبر اس ام اس 5566 قال لك السلام عليكم، الله يجازيك بالخير والله يرزقكم الجنه. انا عندي عندي 19 سنه وكان عندي من تبول ارادي، وهو راه عندنا وراثي، بغيت الدكتور ينصحني بشي اخ ديالي تحسن حالتي. نعم. شحال في عمره هذا؟ 19 سنه. 17 19 سنه. نعم هذه الحاله قصوى ديال التبول لا ارادي، لان احنا كنقولوا 11 سنه هي اقصى ما يمكن، ما خصوش يزيد فوق 11 سنه، والا ثلاث سنوات الاولى، السنه الرابعه خص الطفل صافي ما يبقاش يتبول في الفراش. خير ان شاء الله، يعني كيف ما كان الحال خير ان شاء الله. الا كانت عنده حاله عرضيه فالمريض معذور، المريض معذور، ماشي ما خص غير الحاله النفسيه ديالو تكون مضطربه ولا يتعقد ولا حاجه، لا ابدا. وممكن يتعالج وممكن يتوقف في اي لحظه، ممكن في اي لحظه من هنا لغدا ممكن يتوقف على التبول، حيت ماشي بالضروره يتسنى شهر وشهرين. غير خصو اولا ما ياكلش في الليل، مهمه جدا، ما ياكلش هذا السيد في الليل، هذا الولد هذا ما ياكلش في الليل نهائيا، ملي تضرب الشمس ما ياكلش في الليل، لانه لا كان غادي يشرب، الا شرب غادي تبول. ممنوع ياكل في الليل، وينعس شويه بكري، ويحاول يفيق نعاسه ويحيد الاشياء اللي كتقل النعاس، كاين نعاس ثقيل. الاشياء اللي تقل النعاس هي السكريات واللحوم. السكر واللحوم هذو كيتقلوا النعاس. الى زول اللحوم، الى حبس اللحوم، غادي يلاحظ على ان الامور ديالو غادي تحسن ان شاء الله، حيت كاين اللي ما كيفيقش براسو كاع شنو يعمل. يحيد اللحوم، جميع اللحوم، يحيد اللحوم كلها، الدجاج بيبي غير بيبي كريم عزيز، اللحوم كلها يزولها، يزول المواد الصناعيه والحلويات، وما ياكلش في الليل، والسوائل ملي تغرب الشمس ما يبقى ياكل، ما يبقى يشرب. نعم. يعني ان شاء الله صافي، ما نظنش يكون عنده. نعم. مشكل. طيب سؤال اخر عبر الاس ام اس على الرقم 5566 يقول لك سلام، ما هي الاغذيه المحظوره في حال وجود شقه صغيره في المخرج كدوز بالدم وهي مزمنه؟ نعم. وهل صحيح ان شحم السنام ديال الجمل علاج لها؟ لا ماشي علاج. نعم. باش الناس ما يبقوش يكذبوا ويتغروا، لا كلمه علاج كلمه قويه، وما خصناش اي حاجه علاج. العلاج لا، علاج موكول الادويه، ما غادي تساعدوا. نعم الشحمه ديال الدروه ديال الجمل هي جيده للقولون، هي ليبريفيون، كدير واحد التشحيم، كترطب المصران، يعني كدير التشحيم ديالو، الكريساج، بحال كان كريسي واحد، يعني واحد السياره، هذاك الدسم ديال الدروه ديال كتكريسي هذاك القولون، كيولي مزيان، بحال مثلا كونستيباسيون، بحال المسائل كتزيد في المناعه بعدا، هي الدروه، الشحمه ديال الدروه كتزيد في المناعه، عليه هذو الكريات البيضاء كيتزادوا. غادا تسرحوا شي شويه، ولكن علاج لا، هاد الشقه هذه خصو يحيد المواد الصناعيه.
المواد الصناعيه والحرش، وحيد اللحوم، اللحوم منوعه على الناس اللي عندهم اعراض على مستوى الريكتوم، لا الكرون ولا الار سي اش ولا الفيستول ولا الفيستول ولا كل شيء، هذو الناس ممنوع عليهم اللحوم، هذو ما خصهمش ياكلوا اللحوم. نعم فاطمه من طنجه كنشكرك دكتور، بغيت نسولك على الزعفران بودغ غبره، شنو؟ ما عندناش زعفران بودر، ما كاينش. ما عرفتش علاش كتكلم، واش كتكلم على زعفران بودر؟ ما عرفتش انا. شي كتبات زعفران بودر؟ ما عرفتش انا، كاين في السوق هذا زعفران بودر؟ هو ممكن كلشي كيختار. اذا كان زعفران شعره ديال قلعة مكونة ومطحون جيد. اذا كان زعفران كتعني بها الخرقوم، العرق هذا الخرقوم البلدي مطحون حتى هو كانوا كيسميوه الزعفران، هذا جيد. ولكن شي ماده اخرى سميتها زعفران اللي مطحون، ياك ما كتعني ديك البويكيه الصفراء اللي كيصبغوا بها الدجاج، ديك واحد الملون، هذاك ماشي زعفران، هذاك ملون كيماوي. وهذه هي الاشياء اللي كنا تكلمنا عليها الاسبوع الفايت. الصناع ما خصهمش يستعملوا كلمات ديال المنتوجات الطبيعيه، وحنا في الجمعيه المغربيه، الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، يعني متشدين حنا في هذه القضيه ديال لي زابيلاسيون، هادشي ديال واحد المنتوج كيسميوه منتوج اخر، يعني كلمه الزعفران وكلمه الخرقوم وكلمه المسائل كتستعمل الصناع كيسميوه ملون كيماوي وكيسميوه زعفران، هذا كذب على المستهلك. الزعفران اللي كنعرفوا حنا هو الزعفران شعره اللي كاين في المغرب ديال قلعه مكونه، ولا المغاربه كانوا كيطلقوا الزعفران كذلك على الخرقوم البلدي الكركم، ما عدا هاد الجوج الحوايج الاخرين ما سميتهم الزعفران، سميتهم ملونات كيماويه. خاص الناس يحضيو شويه رسوم من هاد المسائل. نعم فاطمه من رباط قلت لك كنعمل دياليز وانا كنصوم دابا الحمد لله بخير جيد، باش ممكن نفطر. تفطر كيما بغات ما عندهاش مشكل، هي المهم هي كتصفي، هي كدير دياليز، لا وقعت في مشكل راه غادي تمشي تصفي، ما شنو كاين كاع. ملي ما كتكونش تصفي يعني قبل ما الشخص يصفي الدم كتكون الكرياتينين طالع على 65 واليوري غادي طالع، تما الطبيب كيحيد البوتاسيوم، كيحيد المواد اللي فيها البوتاسيوم، كيحيد المسائل اللي يعود الشخص يدير كريز حيت مازال ما كيصفيش. اما هاد السيده هي راه كتصفي، يعني الا حست بشي اي مشكل راه غادي تمشي تصفي الدم، ولو ماشي في الوقت ديالها راه صفي. والصيام راه جيد لهاد الناس هادو اللي كيصفيو، الا كانت مازال كتمشي للمرحاض هاد البنت هادي، إلا كان مازال كتمشي للمرحاض الحالة ديالها راه جيدة، خاصها تحيد اللحوم. الشيء الآخر كله مزيان، تفطر باش ما بغات تاكل اللي بغات، تحيد اللحوم. سؤال آخر قال لك الدكتور، وما عندها ما المواد الصناعية، يعني المواد الصناعية الطبخ في الألمنيوم، هذو اللي عندهم الكلوة، الطبخ في الألمنيوم ممنوع، الطبخ في الألمنيوم ممنوع، البلاستيك ممنوع، الماء ديال الصنبور، الماء ديال الصنبور ممنوع عليهم، وخاصهم يحيدوا الدسيم، خاصهم يحيدوا اللحوم. قال لك دكتور كيفاش ممكن نشربوا اتاي بطريقه صحيحه؟ شرب اتاي على راحتك، كنقصد ربما كيقصد الحذر ديالو، الشاي كيخويو عليه الماء يشحرو كيما المغاربه، غير احسن ما يديرش السكر ولا يقلل السكر، يدير واحد الطوبه في البراد ماشي مشكل. خديجه من مراكش السلام عليكم. الشاي راه ماشي كاين غير هذاك التاي اللي كيجي من الصين، الشاي حنا كنعنيو به جميع اوراق الاشجار، راه ممكن تعمل شاي، اوراق الزيتون واوراق الصنوبر واوراق الزعتر، وكاين مردودوش هذا البردقوش، وكاين عندنا السالميه، وكاين عندنا العطريشه، وكاين عندنا الشيبه، وكاين عندنا الريحان، كاين عندنا اوراق التين، كاين عندنا اوراق الرمان، كاين اوراق الليمون، اوراق البرتقال كذلك، هذه كلها اوراق ممكن تجفوا في الدار شاي. نعم نمشيو ناخذوا تيسر خديجه. السلام عليكم خديجه. السلام ورحمه الله. نعم شكرا بزاف على هذا البرنامج، الله يجازيكم بخير. فيك مرحبا، بارك الله فيكم. غير عافاك على قضيه الفطور، انا ما بقيتش عرفت وحلت باش شنو ناخذ فيه، بعد ما تناخذ الفواكه بوحدهم ولا كنت تبقى ضرني الجوع، تنعاود نخلط انا كل الخبز البيض شويه البيتزا وبتعرف هذا اللحم دابا بيتزا لا لا بيتزا اوت، بيتزا خاصها تخرج من لا البيتزا خاصها تخرج الله يرضي عليك، مش المواد الطبيعيه، شوف تاكلي اللي بغيتي في المواد الطبيعيه اللي كطيب في المنزل، الحسوه، الحريره، البصاره، الشوربه ديال الخضر، الفواكه، التمر، المسائل كلها اللي كدار في الدار، حتى الطاجين، السلطات، اللي سلط عملي لك سلطات فيها ثلاثه الخضر، في الفقوس، في الخيار، في البصله، في المسائل، حتى هي في الفطور جيده، علاش؟ لانها كتقوي المعده، الحاجه اللي كناكلوها طازجه كتكون حيه، كتساعد المعده على الهضم وكتنفع الجسم. الى كانت هذه السيده علاش الفواكه؟ كاين الخبز، كاين زيت الزيتون، كاين ان شاء الله تزيد حتى السمك على شكل شوربه، ولا تزيد السمك طيب طاجين، ولا تزيد الحوايج، ما تاكل على راحتها ماشي مشكل. غير المواد اللي تحيد هما الحلويات والمقليات من المائده ديال الافطار، والشيء الاخر تفضل تاكل على راحتها. نعم اتصال او اس ام اس يقول عافاك الدكتور، انا كنعاني من الم في الاسفل الظهر مستمر، كبية كيطرطقوا وكيتكلموا بزاف، انا عندي 30 سنه باش يصحني. لا الركابي كيتكلموا ماشي مشكل، مزيان بالعكس مزيان جيد، العظمه اللي كيطرطقوا مزيانين لان المفاصل ديالهم صافي ما فيهاش الماء.
جيدة جيدة. علي اللي ما كيترتقوش العظام هو اللي مريض. لأن مقرين كاين الناس كانوا كيترتقوا صبعانهم كيترتقوا رجليهم، كاين اللي كيترتق ظهره كاين اللي كيترتق عنقو. مزيان علي هادو اللي كيترتقوا بعدا على الأقل ما عندهمش ماء، يعني هما اللي عندهم العظام ديالهم جيدة. وهاد الآلام ديال أسفل الظهر هاد السيدي ما كيهز الثقل، إما كيجلس يطيل الجلوس إطالة الجلوس ولا كيهز الثقل، خاص لابوزيسيون ديالو حتى ملي كيكون جالس خاص يكون جلوس جيد ولا كيهز الثقل. يعني هذه باينه تبقى الام اسفل الظهر، ماشي شي حاجه علي. الناس كلهم عندهم هذه الالام ديال اسفل الظهر، ماشي ما نظنش يكون مشكله. هذيك اللي علينا لي فيرتيبر، هادو قاد المكونات ديال هاد العظام ديال الظهر هي الاربعه والخمسه. دائما علاش؟ لان الاربعه والخمسه هي اللاكس، هي ملي كتهز شي حاجه ثقيله تيابوي، هي اللي كتورك عليها، هي اللي كتنوض، هي الاربعه والخمسه هما اللي هازين الجسم. فان شاء الله يكون خير، يحاول ما يهزش الثقل بزاف، ما يجهدش راسو، يرتاح ويحاول ينعس على الارض، وان شاء الله ما نظنش يكون عنده مشكل. نعم، زكريا من الداخله، السلام عليكم. أمينة. نعم تفضل سيدي زكريا. بركه واشركم تحياتي. تحياتي للاستاذ الدكتور الفايد. الله يبارك فيك، تفضل. وشكرا، راه نورتي لينا نا والله اللي غادي يخلصك. الله يعني بارك الله فيك. ما خير خير والله الا شباك التغذيه ديالك الحمد لله، داك الوصفه اللي كتعطيني من بديتي هذا الشيء ديال التغذيه الطبيعيه والحمد لله غادي عليها بخير. الحمد لله والله اللي غادي يخلصك. وبالنسبه واحد السؤال الدكتور. نعم. بالنسبه للتوابل العطريه. نعم. والشحمه ديال الدروه في الربيع، تشرح لنا كيفاش استاذ الله يذكر بخير. ممكن تفطر بالشحمه ديال الدروه علي، الشحمه ديال الدروه في الفطور احسن بعدا من الزيوت الصناعيه، هذه اكيد احسن من المارغارينات. الناس كانوا كيدهنوا بها الفراح ملي بغوا يخبزوا، كانوا كيدهنوا بها الخبز، كانوا كيطبخوا بها طرف ديال الشحمه ديال الدروه، الا طبخوا به النساء داروا به الطاجين احسن من الزيوت الصناعيه بكثير. يطبخوا بها علاش لا، وهي ما فيهاش كوليسترول وما كضرش هذه الشحمه ديال الدروه، لانه هو كيخزن فيها الماء، هذا الجمل كيخزن فيها الماء. واخا في الفطور زعما انا ما تخلعنيش، واخا في الفطور مزيانه علي، ما غاديش انت تاكلها يعني كميه كبيره، لكن الا كان محضرين بها الخبائز ولا كانوا ديما مطيبين بها مثلا المسائل الاخرى مهيئين بها، ولا حتى هي نيت تتكال مع سميتو، ما نظنش يكون مشكل. هنا في جميع الناس علي، هي انا اقول هي احسن من البيروكسيدات ديال الزيت المقليه. نعم. يعني الحوايج اللي كتقلى في الزيت. واخا السؤال الاخر ديالو على العطريه. توابل الناس يتفادوا البزار، يحاولوا يتفادوا الابزار في رمضان ما امكن، لان مع الاسف النساء كيديروا بزاف في الحريره، وان الجهاز الهضمي الان ديال البنادم ديال دابا مابقاش هو ديال زمان، يعني الجهاز الهضمي ولا هش، مابقاش يقدر على البزار، حيدوا البهارات، ماشي البهارات، الابزار. التوابل الاخرى كلها جيده، كاين القزبر حبوب، كاين قليل اللي عارف بان القزبر حبوب هو احسن توابل، سيد التوابل هما القزبر حبوب، وتابعوا الكركم والقرفه، هادو كلهم توابل جيده. يعني الناس القرفه مره كيديروها في السفه، ولا بالعكس القرفه خصهم يطيبوا بها الناس. القرفه عندها واحد اللي فيها انتي فونجي كتقتل الخمائر ديال الامعاء، هي مزيانه، خاص الناس ياكلوا حتى التقرحات ديال الفم، تقرحات الفم تاهما مزيانه ليهم هاد القرفه. غير هي هذه الخمائر الامعاء اللي كتكون سبب في الغازات. نعم نعم اكيد، الخمائر هي اللي كتنفخ المصران، وحيت دابا الفلورا تقلبت في المصران، يعني بلات الخمائر غالبين على البكتيريا اللبنيه، البكتيريا الصديقه، هذاك الشيء علاش الناس كلهم عندهم انتفاخات. وهذا الشيء علاش النساء كنقول لهم واخا البطاطا حلوه، بطاطا القصبيه دارت لكم الغازات والانزعاجات في الاول، خصكم تكملوا. علاش؟ لان بعد اسبوع واسبوعين غادي يحسوا براسهم مزيان. علاش؟ حيت ريكيليبر، كتعاود موازنه وتعاود توازن الفلورا في الامعاء. واخا ناخذ اتصال حنان الدار البيضاء. السلام عليكم حنان. عليكم السلام ورحمة الله أختي، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله. يلا بغيت نسول الدكتور الفايد جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، وما غنقولش لك الخير ديالو بالنسبة للأمة جميعا اللي كيتصنتوا زعما صراحة. الحمد لله. بزاف بخصوص بالنسبة للبيت ديالنا، شنو كنستعملوا، واش كناكلوا، واش ما كناكلوش. أكيد شكرا. بارك الله، بارك الله فيه وفيك، والله يبارك لك في بنيتك إن شاء الله. آمين، الله يجزيك بخير. السؤال ديالي، الأم ديالي فيها السكر. نعم. وكتتناول الحلبه محمراها وكتتناولها في الفطار من الصباح، طاحناهم الصباح الصباح كتاكل معلقه على الريق. نعم. يوميا دابا راه عامين وما نعرفش شحال هي كتناولها. انا كنصمت لك بزاف. نعم. كنسمعك كتهضر على الحلبه، ما يتناولهاش انسان بكثره. نعم.
فهمتي. ودابا انا بغيت الطريقه الصحيه باش تستعملها الوالده وشنو هو الضرر بالنسبه لها تناولتها بزاف شنو وهي 3 سنين وهي كتناولها قالت لك ما كتحس بحتى شي حاجه. نجيبك ان شاء الله حنان. شكرا على اتصالك. سي محمد من مراكش السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل سي محمد. كثير الاخت عفاك تنشكركم على هذا البرنامج هذا تنشكروا الاخصائي حتى هو ديالنا. مرحبا. عفاك بغيت نسولك على هذاك الفطر الهندي بغيتك تعرفك تعطيني شي فوائد عليه ولا دوك هذا معاه بزاف هاد الايامات ولا كيداو له. نعم جيد مزيان ملي سولتي بعدا على الاقل ما نخليوش الناس غادي تالفين وكما نقولوا حنا مدرجمين فعليين لا فائده في هذا الفطر الهندي ما فيه حتى شي فائده بالعكس يقدر يولي خطير لانه كيتصايب من اللبان ديال العلف الحليب ديال اللي كاين دابا وهذا الحليب هو اللي مشكل ماشي الفطر الهندي وهذا الشيء اللي كاين في المغرب راه ماشي الفطر الهندي راه ماشي الفطر الهندي الفطر الهندي كيتصايب الكيفير هذا الكيفاير كيتصايب من الحبوب ديال الكيفير ديال واحد النبات كيروبوا به الحليب كيسميوه الكيفير حنا ملي قرينا من مشتقات الحليب هذو المنتوجات الكوميس والكيفير حاليا كيقراونا كل شيء اللائحه كلها ما كاينش شي منتوج اللي ما كنقراوش ملي قراونا الكيفير كتبنا عليه واحد فقره نص صفحه ما كاملاش على الكيفير يعني ماشي شي حاجه مهمه يعني والبلدي ديالنا كتبنا عليه 6 صفحات باش نعرفوا يعرفوا الاهميه والجبن البلدي اللي كنصايبوه بالحك الجبن البلدي اللي كنصايبوه بالحك بهذاك النبات ديك القوقه ديال تيمطا الجبن البلدي هذاك 50 مره احسن من الفطر الهندي لان هذيك الانزيم اللي كاينه في النبات في ديك التيمطا هي عليه جميع العشوبه عندنا في بعدا في المغرب كلهم عندهم سميه بالامازيغيه علاش لان العلماء من قبلهم غوش يترجموهم للعربيه باش ما يتلفوش باش يبقاو يعرفوهم لان السميه ديالهم واخا عندنا في الشاويه ما كاينش شلوح عندنا في الشاويه كلشي عرب ولكن تيغشت وتيميجا وتيمطا وتسكره والمسائل هادو كلهم باقيين عندنا بشلحه يعني كلها كان تيرنطا هذا تسرغينت حنا ما تنقولوش سرغينا كنقولوا تسرغينت يعني وكاع اللي عندهم حتى في الاول وحتى في الاخر التانيث ديال الامازيغيه يعني كلمه امازيغيه مؤنثه يعني هذه فهاد يعني هاد الفطر الهندي ما عندوش اهميه وانا ماشي بديك ديك الضوضاء اللي منوضين عليه هذا الكيفير كاين اللي خازنوا عدو تيتحب لي عدو عهوه وكاين اللي مصيفط عليه جابوا مع اثنين هذه كلها يعني هراء في هراء يعني الفطر الهندي حنا عندنا في التكنولوجيا ديال منتوج طاقات الحليب ومنتوج عادي كان تيتصيف في القوقاز يعني في هذيك المناطق النائيه اللي فيها كان حليب بكثره ديك الساعه الناس ما عندهم يديروا به شي واحد طاحت عليه يدير هذوك الحبوب ديال الكيفير الكيفير واحد النبته دايره بحال الكبار كتعطي واحد شي حبوب خضرين قد في الحجم ديال البزار ولا في الحجم ديال الكبار نيت حبوب خضرين كيجي يحزموهم في واحد الكتانه وكيتلقوهم في الحليب حتى كيروبوه وكيحيدوهم يزولوهم كيغسلوهم ويخليوهم استعمالات اخرى كيبقاو يستعملوا شهر وشهرين كيخسروش ما كيخنزوش نفس التقنيه اللي كنا حنا كنديروا في المغرب كانوا هذاك الحك ديك التيمطا ديك القرنونه ديالها كنقولوا القرنونه ديك القوقه هذيك القوقه كنحيدوا من هذوك الشعاطات ديالها وكنديروهم في واحد الثوب وكنديروهم في الحليب حتى كيتجبن وكنعاودوا نزولوهم هادو كيعطي تجبن حلو الجبن ديال الحك كيجي حلو كيجي شمر يجي حلو ولكن خص حيت هو كيجبن في ربع ساعه الا خلينا هذاك الجبن النباتي خلينا حتى اليوم الثاني كيولي مر علاش لان هذيك الانزيم كيبقى يحلل في البيبتيدات حتى كيعطي بيبتيدات مره خص ملي يتجبن يتشرب ويتشرب بالماء ديالو ما كيتحيدش الماء ما كنديروش حنا التشريش ازاله الشراش من الاجبان كيتشرب بالماء ديالو يعني الجبن هو في المغربي هو اللي مصايب بالحك هو اللي كيتشرب كل شيء ليه كانوا هذوك الرعاه ديال الغنم وديال الماعز كانوا كيصايبوه في الشكوى في القربه كانت عندهم قربه كيحلب جوج معزات ولا جوج نعجات ولا ثلاثه وكيزيد عليهم هذاك الحك في القربه وكيظل مغذي ما كيحتاج كاع اكل علاش؟ لان فيه الماء وفيه التغذيه في كل شيء يعني حتى الماء ما كيحتاجش الماء فهذا كان منتوج ديال الرعاه ديال الغنم هذا منتوج نفس الشيء ديال الكيفاير هذا الكيفاير الفطر الهندي هو كان منتوج ديال الفلاحه عاديين اللي ماشي شي اكل راقي ولا حاجه انما يعالج كذيب انما كيصلح لواحد الحكاذيب كيكذبوا على الناس اللي بغى الناس اللي مصابين بالسرطان واللي كيديروا الشيميوثيرابي ولا اللي بغاو تغذيه سليمه خصهم ياخذوا الجبن بالحك اللي كنجبنوه بالحك علاش لان هذا الانزيم هذا قوي وهذا الانزيمات الناس اللي عندهم سرطان خصهم قوه ديال الانزيمات قد ما كانوا الانزيمات قد ما مزيان بحال الاناناس بحال الباباي بحال هذا البنكريا بحال المسائل هذه اللي فيها الانزيمات خصهم يكثروا منها ياكلوها لدرجه ان اليابانيين مثلا اليابانيين كيطحنوا البنكريا خضر وكيعطيو الناس يشربوه
كيشربوهم بونكريا خضر. هذا علاش؟ لان بونكريا في بونكرياتين واحد الانزيم كيحلل البروتينات، وان عنده واحد تاثير بالغ على الورم السرطاني، ربما كيقلص الورم السرطاني. هذا بونكرياتين يعني معروف حتى الامريكيين، البروملين والبونكرياتين، ولو كيعمل يعطيوها العلاجات المصاحبه للشيميوثيرابي، ولو كيعطيوها الناس اللي عندهم سرطان. فهاد الناس لهذا الجزء السائل اولا الله يجازيه بخير، وعوض ما كان يتسنى في الفوائد بالعكس خلي فلوسك عندك، فهمتي؟ ولا بغيتي تشري شي حاجه صيب البلبلدي، ولا شري الجبل البلدي وخلي فلوسك عندك، وهذيك الاكاذيب ديال الفطر الهندي وديال الكفار راه كيعالج، هذه كله كذب. نعم، كنتمنى لكم فطور شهي والله يشافي الجميع. عليكم من امينه اطيب تحيه، السلام عليكم.